نروح سريعا للناقد الرياضي بالشروق الاستاذ حسام زايد. يا استاذ حسام اهلا بيك. اهلا بك امير، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. حسام، عايز اطمن من خلالك عن اجواء ما قبل قرعه اليوم اللي هتنطلق خلال دقائق بعد دلوقتي. فعلا يعني الاستعدادات على قدم وساق في منطقه سفح الاهرامات. النهارده طبعا قرعه بطوله العالم رقم 27 لكره اليد للرجال بتستضيفها مصر، وفيها حدث تاريخي انه لاول مره بيشارك فيها 32 منتخب. طبعا كان في بروفات خلال الايام الماضيه، واخرها كان امبارح بالليل البروفه النهائيه حضرها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. طبعا يعني النهارده خلاص كل الترتيبات على اتم الاستعداد في منطقه الهرم تحديدا، وفي الدخول واجراءات طبيه احترازيه على اعلى مستوى بيشرف عليها الدكتور حازم خميس رئيس اللجنه الطبيه العليا. فاعتقد كل الامور مهيئه لحفل قرعه مثالي باذن الله في سفح الاهرامات، ونتمنى انه صوره مصر تظهر بشكل مشرف النهارده باذن الله. باذن الله. اهم فقرات الحفل هتكون عباره عن ايه يا حسين؟ الحفل طبعا هيبدا اول كلمه فيها تكون الساعه 7 ان شاء الله. الفقره الرئيسيه هي فقره للموسيقار العالمي عمر خيرت. طبعا طبعا. تقريبا مدتها نص ساعه. وبعديها هيكون القرعه اللي هو يعني النظام الفني للقرعه اختيار المنتخبات، بيكون طبعا منتخبات فيها اربع تصنيفات، منتخب مصر في التصنيف الثاني. بيتم اختيار التصنيف الرابع وبعديه الثالث وبعدين التصنيف الاول، وبعد ما تكتمل المجموعات كلها ما عدا التصنيف الثاني بيجي دور منتخب مصر ان هو المدير الفني مستر باروندو يختار المجموعه اللي هيكون فيها منتخب مصر. ده نظام البطوله نفسه او نظام الوضع للاتحاد الدولي، ده شويه غريب عن الكوره، يعني الكوره ما بتلاقيش فيها انه منتخب المنظم بيختار المجموعه. لكن في اليد المنتخب صاحب الضيافه هو اللي بيختار مجموعته، وبعد كده بتكمل باقي القرعه حتى النهايه ان شاء الله. طيب سريعا اخر سؤال عايز اساله لك يا حسام، وهو سؤال مهم جدا في الحقيقه، انطباعات مندوبي المنتخبات او مسؤولي الاتحادات الاهليه اللي متواجدين عشان يحضروا القرعه، انطباعاتهم عن مصر، عن مكان استضافه القرعه دي، عن استضافه مصر للبطوله في حد ذاته. طبعا يعني مش ببالغ، يعني انطباع رائع جدا. تمام. انت عارف يعني امير منطقه الهرم تحديدا بيبقى فيه ابهار، فالناس يعني حتى كان في مؤتمر طبي الساعه 4 في الفندق القريب من مكان القرعه، وحضروا اكثر من حد يعني من وسائل اعلام اجنبيه، ففي انطباعات رائعه عن التنظيم وعن الاجراءات الطبيه اللي معموله، وعن قد ايه الناس ملتزمه بالتباعد في القعده نفسها في المؤتمر والكمامات والكلام ده كله، كمان الوفود المشاركه اللي حضرت، وكمان السفراء اللي هيحضروا مندوبين عن الدول المشاركه في البطوله. فالحمد لله الامور بتسير على ما يرام، لكن طبعا احنا منتظرين الحدث الاهم اللي هو حفل القرعه نفسه. ده اللي هيظهر قد ايه مصر جاهزه ان شاء الله، لان دي ضربه البدايه في مشوار البطوله، وبعديها بتظهر انت بتستعرض قوتك في الحفله في الكلام ده كله. عايز اقول انه قد يكون مصر هي اللي عملت حفله بمعنى حفله كبيره يعني ان شاء الله، لانه الدول الكتير قبل كده كانت بتكتفي بس في القرعه ان هي بتعمل مؤتمر وبتعمل فيه القرعه كده بدون اي احتفالات يعني. فمصر لا بتحتفل وبتدي الحدث قدره، ونتمنى ان شاء الله النهارده اليوم يخرج على افضل صوره ان شاء الله. يا حسام انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق كان معنا على الهاتف عشان نطمن من خلاله على اجواء الحفل وكمان فقرات حفل